وادي ضربه ركنيه مره تانية يا راجل جون. لسه بقول لحضراتكم سامح العدروس هتيجي كره من كوره ثابته على طول اصطادها سامح عدروس، والراجل ده بيقف في حته كويسه. لو شفنا الضربه الركنيه اللي قبل كده كان متطرف برده ناحيه الشمال، انما لعبها حلوه 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 سامح عدروس. تتقدم الجيش بهدف جميل لصالح الجيش لسامح العدروسي، هدف جميل جدا جدا، واحد الجيش لشيء الترسانه. هنبدا مباراه ثانيه جديده. الترسانه طبعا يعني هيتخلى عن حذره، ادي هتلاعب المره الثانيه حذر الدفاعي. شوف حضراتكم اتلعبت حلوه زي ما تكونوا متدربين عليها، ممكن تتدرب عليها، واهو او رايح الراجل من الحته دي ولحقها على طول سامح.